ورجعنا هنا يا جماعه من الفاصل. الطبق زي ما احنا قلنا اخر مرحله سبتكم فيها ان هو ان انا هشد بس الكريمه اللي انا كنت حطيت عليها اللبن والشوربه والدقيق، وبعد ما شدت بقت كريمه رحت حطيتهم منزلها عليهم، سبتهم شويه طبعا مع الصوص، وبعد كده شلتهم حطيتهم في الطبق ونزلت عليهم الكريمه. هنبدا بقى في الطبق الثاني بتاعنا. احنا محتاجين في الطبق الثاني الحله و شوية زيت بسيط جدا وزبدة. ناخد حتة زيت ده كده وهنستنى لما تسخن مني. هقطع البصلاية اللي هحطها اهي، ودي كمان هعمل كده، ودي كمان. مش بتتعمل مع الديك رومي بس يا جماعه الصلصه دي، مع صدور فراخ، مع صدور رومي، مع ارانب، اي حاجه بس تكون فليه كده ومخبوط يعني الجزار سهل قوي نعمله، مفيش مشكله فيه. انا هعمل كده واطي شويه عشان مش هتبقى سخنه قوي، لان في حاجات تانية كتير او حاجتين ثلاثه هنقطعهم تانيين. الكرفس مثلا هنعمله، بس هنقطع الورق لوحده. المره دي بقى يا جماعه احنا هنحتاج الورق، محتاجين الورق. احنا كل مره بنتخلص من ورق، في حاجات بنتخلص منها يعني بنحطه مع الشوربه، لكن قليل قوي لما بنكون نحطه مع الاكل. لكن المره دي انا هستعمله. دي مش شايفه حلوه، هعمل كده اقطع الاول الكلفس بتاعي الصغير ده كده واخدهم كده مع بعض. واخد كده، عايز اقطعه حتت صغيرة. وهنزله هنا كده. وعايز كمان حتة، هاخد دي وارجع ده وهقسم كده وهعمل برضو بطوطه صغير كده كمان وكمان الورق. انا هفرم ورق يعني زي ما احنا بنقطع كده الملوخية، هقطعه حتت صغيرة خالص زي ما بعمل كده في ده، بس هتبقى تقطيعه وطريقته اسهل شويه. بعمل كده وهقلب البصل بتاعي والكرفس اهو. انا خلاص دول انا مش عايزهم تاني، حطهم هنا كده وهنعمل كده و ويا جماعة هقطعها حتت صغيرة كده خالص. كده وهشيل واحط هنا، لأن أنا عايزه حتت صغيرة كده، وهلف كمان وهبدا انزل الرز بتاعي وهعلي بقى عشان انا عايز احمص الرز، احمصه الاول. هعمل كده وانزل يعني كميه مش كتير على قد الكم اللي انا عايزه، وابدا ان انا احمص بقى على نار عاليه شويه
الرز بتاعي. انا عندي الشوربه يا جماعه سخنه مولعه، لازم تكون في الطبق ده، وانا بزود الشوربه تكون الشوربه سخنه. مهم قوي ان احنا الحاجه دي ما احطش ميه بارده في الطبق ده، اعمل كده واسيبه لما يبقى متحمر شويه تسطر شويه. واحنا بنتكلم واحنا بنعمل، اعتقد ان ايه انتوا متابعيني في الرز. نبدا نعيد بالراحه الطبق دوت. احنا عملنا صلصه البيستو من الورق الريحان. جيبي مثلا 100 جرام ريحان، 150 جرام ريحان، على فص ثوم، ملح وفلفل، شويه صنيبر بيتحمصوا كويس، وجبنه مبشوره وتحطيهم، والزيت يكون شويه زياده، وتضربيهم كلهم لغايه لما تحصلي على الكريمه اللي احنا عملناها ووريناها لكم. بعد كده بتجيبي اي عايزه صدور فراخ، مفيش ديك رومي، تجيبي صدور فراخ، اي لحمه فليه، ويمشي مع سمك برضو يتعمل، مش هيقول لا. بحط معلقه كده على الوش وبلفها و بقفلها بالخله الخشب او بالخيط، لو انت مش عارفه تعملي الخله بالخيط تعمليها بالخيط ماشي برضو مش هتقول لا. وبتتحط على نار عاليه، بحط معلقه بيستو في الطاسه مع شويه زيت، وعلى نار عاليه قوي عشان تدي سخونيه جامده، تسوي هي طبعا بتبقى شرايح رفيعه فتستوي بسهوله، بس جوه قوي ما بتسويش. فالسوى اللي جوه ده هنعمله ازاي؟ الاول اخليها تحمر من بره قوي، وبعد كده بنزل بشيلها بره، وبنزل عليها شويه شوربه وشويه لبن ودقيق، وازود شويه كمان، وبعدين مرجعهم بخليهم يغلوا، واروح مرجعهم تاني يبداوا يستووا كمان اللي جوه لغايه لما الكريمه بتاعتي تتقل خالص. طبعا ملح وفلفل ما ننساهوش. الكريمه بتاعته تتقل خالص، ونبدا ان احنا نعبيه في الطبق. سهله قوي قوي، ممكن اهو، سهله قوي قوي يتعمل، ما فيهوش في اي فكره. لو عندك ناس معازيم او كده، صينيه كبيره تحطي ترصصيهم جنب بعض كده هيبقوا كتير. انا الرز بتاعي خلاص اتحمص، هنزل عليه بالشوربه السخنه اهو. بصوا يا جماعه، احنا الرز بعد، احنا دلوقتي ناقصنا خطوتين او خطوه واحده، اعتقد ان هي خطوه كده واحده. احنا ناقصنا التلات حاجات دول هيتحطوا ازاي؟ هنستنى لما الرز ينضج تماما، وهطفي ناري، بس مش ينضج يكون جاف زي الرز بتاعنا الابيض المصري، لا، بيبقى برضه فيه لزج، فيه لزوجه. باخد حته الزبده وبحط شويه البرمجان او اللحمه الجبنه المبشوره دي، وبحطها وبلف بقلب كويس قوي الرز في الزبده، وبعد كده ببدا احط العين جمل. العين جمل دي لازم طبعا اكسره، هكسره بالسكينه، بس طبعا انا يعني للجرنش هسيب سلام مثلا كام واحده كده، و هكسر كده اهو كده، بيتكسر معايا بسهوله طبعا اهو كده، او نعمله كده اهو. اهو نكسر كل الكميه اللي عندنا، يعني يا دوب اعتقد ان هي مناسبه الكميه اللي معانا كده، واكسره كويس اهو. عايز اقول لكم حاجه ثانيه، ممكن تنقعوا العين جمل ده، تنقعوه في ميه وبعدين تقشروه وبعدين تعملوه، مش هيقول حاجه، مش هيقول حاجة. احنا هنزود شوية من المية عشان الرز لسه ما استواش كويس، لان احنا يا جماعة ما بنسويش الرز زي طريقتنا المصرية، لا. الرز يعني في ايطاليا، في الحاجة اللي انا بفهم فيها، ما عندناش رز جف، ما فيش رز جف، لا، هو كله بيبقى فيه صلصة، بيبقى
مبلول يعني مبلل يعني مش ايه في الصلصه بتاعته باينه فيه. ما فيش عندنا الجاف ده يعني في اضيق الايه النطاقات بنستعمله يعني. فاحنا بنسويه كده في بحط شويه بشويه تكون الايه بتاع سخنه. وانا هعلي بقى لان خلاص كده ايه الرز ممكن يكون قرب لسه شويه طبعا لسه ما استواش بالطريقه اللي احنا عايزينها. يا جماعة هحط الجبنة بتاعتي اهي هنزلها كده وهلف كده وهوريه لكم يا جماعة لما اخلصه وهنشوفه مع بعض. دول يا جماعه الطبقين اللي احنا عملناهم النهارده. الطبق الاول احنا عارفينه والطبق الثاني اخر مرحله ليه. حطيت حته زبده ولفيتهم مع بعض والعين جمل اللي انا كسرته حتت صغيره وحطيته في الطبق كده فطلع بالشكل ده هو والديك الرومي. شكرا لكم وشكرا لحسن المشاهده. ما تنسوناش قناه ست البيت برنامج بونا بيتيتو. اشكركم جزيلا وبونا بيتيتو اتوتي.